إذا نحن في الدرس الخامس، ولا تحاولوا كتابة كل الشواهد لأنني سأستخدم شواهد كثيرة ولدي سبب لذلك. فهم هذا الأمر فتح عيني حقا على أهمية التصفية. سأشارككم برسالة نبوية لكنني سأستخدم الكثير من الشواهد لأدعمها. سوف نعيش في سفر ملاخي وفي سفر إرميا. جاهزون؟ كتب ملاخي النبي ورسالته قبل ولادة يسوع بأربعمائة عام. كان ذلك الوقت وقت صمت في إسرائيل بين ملاخ النبي ويوحنا المعمدان لكن أنا أؤمن إيمانا راسخا بأن ملاخي كان يكتب سفرا نبويا عن زمن العهد الجديد والآن فكروا في هذا لم يكن يعرف مصطلحات العهد الجديد لم يكن يعرف لفظ مسيحي ولم يكن يعرف كلمة قديس لذلك سوف ترونه يحاول أن يعبر عن ما يراه في رؤياه باستخدام مصطلحات العهد القديم تذكروا هذا. دعونا نبدأ بملاخي ثلاثة واحد هأنذا لاحظوا هأنذا أرسل ملاكي فيهيئ الطريق أمامي عن من يتحدث إنه يوحنا المعمدان هو من أرسل ليهيئ الطريق للرب. والآن إن ذهبتم لمتة يتحدث يسوع في متى عن يوحنا المعمدان عندما أدركوا أخيرا أن هذا هو المسيا وهم نازلون من الجبل بعد التجلي. تحيروا قالوا الأنبياء قالوا إن إلي سيأتي أولا، فأجابهم يسوع إلي قد أتى ويقول الكتاب إنهم لم يعرفوا أنه يوحنا المعمدان ثم قال إن إلي سوف يأتي. وأفهم من هذا أن ثمة إلي سيأتي قبل المجيء الثاني كان يتحدث عن شخص لم يكن يتحدث عن اليوم العظيم فقط مجيء الرب الاول بل عن اليوم الشرير والي الثاني هذا سيكون مسحه على مجموعه من الناس واؤمن ان اغلبهم شباب حسنا اسكب من روحي فيتنبأ بنوكم وبناتكم انا شخصيا اؤمن انه قبل مجيء يسوع الثاني سيكون هناك الالاف من الانبياء والنبيات الذين سيقيمهم الله وسيعدون الطريق للرب يقول وياتي بغته الى هيكله السيد الذي تطلبونه ليس من اجل هيكله بل اليه سياتي من اجلنا في المجيء الثاني سياتي الينا لكن كيف سياتي الينا يكمل ويقول هنا ومن يحتمل يوم مجيئه حسنا ومن يثبت ليواجهه عند ظهوره لانه مثل نار الممحص التي تصفي المعدن ومثل أشنان القصار أي مبيض الملابس فيجلس ممحصا ومنقيا للفضة فينقي بني لاوي ويصفيهم من هم بنو لاوي الكهنة ماذا قال يوحنا وجعلتنا لإلهنا ملوكا وكهنة إذا لم يكن يعرف أن يقول فينقي القديسين أو سينقي أولئك المسيحيين المؤمنين فينقي بني لاوي ويصفيهم كالذهب والفضة ليعودوا مرة أخرى ليكونوا مقربين للرب تقدمة بالبر. قال بطرس كونوا كهنوتا مقدسا لتقديم ذبائح روحية مقبولة عند الله. إذا رأى ملاخي يومنا هذا، تفهمون. ثم يكمل ويقول بعد ذلك: فتكون التقدمة مرضية للرب كما في أيام القدم. هناك مشكلة صغيرة هنا. هناك الكثير من النفايات في الكنيسة. ومجيء الرب قد اقترب، فيجب أن يتم محوها. وماذا قال بولس لتيموثاوس: "حين تمحى النفايات، تصبح إناءً أن يستخدمه الله". قال يسوع: "لأن كثيرين يدعون وقليلين ينتخبون، أؤمن أن هناك الآلاف، لا بل مئات الآلاف، من الناس لديهم دعوة السير في مسحة إيليا ليعدوا الطريق للرب". لكن كثيرون يدعون وقليلون ينتخبون من سينتخب الذي يندمج مع البريه ولا يقاومها حسنا والان لنكمل في ذلك الوقت اقترب اليكم للحكم هذا الله تذكروا يبدا الحكم في بيت الله الحكم لا يعني الدينونه هنا كلمه حكم تعني قرارا في المحاكمه ياخذون قرارا والله ياخذ قرارا انت مناسب لخدمتي هل انت مناسب لخدمتي لأن هذا القرار يجب أن يبدأ في داخل بيت الله، وأقترب إليكم للحكم وأكون شاهدا سريعا على من لا يخشاني، الكثيرون في الكنيسة لا يخافون الله. قال رب الجنود لنكمل القراءة، يقول لأني أنا الرب لا أتغير. يدهشني نوع الرسالة التي نعظ بها في أمريكا الآن وكأن الله تغير. كان إلها سيئا، ثم فجأة أصبح طيبا، يوافق على كل شيء. حسنا، يقول ارجعوا إلي. إذا فقد ابتعدنا أرجع إليكم قال رب الجنود والآن سأقفز إلى عدد ثلاثة عشر على ما أتذكر اسمعوا هذا الكلام في العددين التاليين سأفرق بين ثلاثة أنواع من الناس من المهم جدا أن نفهم أن هناك ثلاثة مجموعات من الناس وإلا لن تفهموا هذا المجموعة الأولى يقول الله عن المجموعة الأولى أقوالكم اشتدت علي قال الرب وقلتم ماذا تقصد؟ ماذا قلنا عليك ساقول لكم اسم هذه المجموعه المتذمرون حسنا يتحدثون مع بعضهم البعض عن سوء ما يحدث لهم في بريتهم حسنا يتذمرون وسوف ترون الان ما كانوا يقولونه قلتم هذا كان تذمرهم قلتم عباده الله باطله وما المنفعه من اننا حفظنا شعائره واننا سلكنا بالحزن قدام رب الجنود انظروا للجمله القادمه هذا كان تذمر المجموعه الاولى والان نحن مطوبون المستكبرين هذه المجموعه الثانيه مجموعه الاشرار الذين ليس لديهم علاقه بالله حسنا والان نحن مطوبون المستكبرين او غير المؤمنين لنكمل هذه الايه وايضا فاعل الشر يبنون وليس هذا فقط بل جربوا الله ونجوا والآن ستلاحظون أنهم يتحدثون معًا عن هذا، لكن سأعرض لكم الآن موقفًا آخر يحدث فيه هذا ويوجهه الله بشكل مختلف، إنه إرمية، انظروا هذا الكلام. حسنًا، هذا إرميا في الأصحاح الثاني عشر كان قد اضطهد كثيرًا، حسنًا كانوا يرفضونه وقادة أمته كانوا يحاولون الإمساك به والكهنة اضطهدوه. لذا ذهب ارميا اخيرا الى الرب وقال يا رب انت دائما تصدر لي حكما عادلا حين اتي بقضيه امامك لذا ساحضر لك هذه الشكوى بدا بالتقرب من الله قائلا انت دائما تهتم بي صحيح لكن اسمح لي ان اقول لك شيئا لماذا تنجح طريق الاشرار اطمان كل الغادرين غدرا لنكمل هذا مذهل غرستهم فاصلوا نموا واثمروا ثمرا انت قريب في فمهم وبعيد من كلاهم يقصد أن يقول: أنا لا أفهم، أنا أخدمك وأمر بكل تلك المصاعب، كل هذه البرية، كل هذا الاضطهاد، كل هذا التعذيب، وهؤلاء الناس إنهم لا يخدمونك حتى ولكنك تباركهم. حسنا، انظروا إلى رد الله على إرميا. يرد الله ويقول له: يا إرميا إن جريت مع المشاة فأتعبوك، فكيف تباري الخيل؟ بمعنى آخر، ابتهج يا إرميا، الآن سيسوء الأمر أكثر. هذا بالضبط ما قاله الله له، لم يقل: "آه يا ارميا يا حبيبي، أنا آسف على ما تمر به من دقات شديدة، أعرف أنهم يضطهدونك اضطهادًا شديدًا". لكنه قال له: "ابني تماسك، سيسوء الأمر، وإن كنت تتعثر وتسقط في الأرض المفتوحة، فماذا ستفعل في غابات الأردن؟" أراد أن يقول: "أنت لم تر شيئًا بعد" أليس هذا مذهلا؟ هل ساء الأمر مع إرميا؟ نعم هذا ما حدث بالفعل لقد ألقى في السجون وكل هذا إذا قرأنا الأصحاحات التالية ساء الأمر والآن أصبح إرميا أقوى قليلا مع الله يقول بدأ بالتقرب إلى الله وجد كلامك فأكلته فكان كلامك لي للفرح ولبهجة قلبي لأني دعيت باسمك يا رب إله الجنود هذا جزء التقرب إلى الله ماذا قال بعدها؟ لم أجلس الآن بدأ يتباهى بنفسه لم أجلس في محفل المازحين مبتهجا كنت رجلا تقيا من أجل يدك التي كانت علي جلست وحدي لأنك قد ملأتني غضبا وكأنه يقول انظر كيف خدمتك جيدا والآن انظر لهذا لماذا كان وجعي دائما وجرحي عديم الشفاء اسمحوا لي أن أتوقف هنا هل أنت أو شخص آخر تتحدثون غير الإنجليزية؟ هل تريد المزيد من تعاليم جون وليزا بيبير؟ ادخل على cloudlibrary.org موقع لتنزيل فيديوهات وغيرها مجانا اختر لغتك اختر ما تريده من المكتبة الشاملة كتب إلكترونية رسائل فيديو كتب وتعاليم مسموعة برامج تلفزيونية وكتب مقدسة لتعرف أكثر زر cloudlibrary.org تذكرون حين حكيت كيف أنزل منصبي ثلاثة درجات في كنيستي؟ حسناً لا اعرف كيف اصف هذا لكم لكنني تالمت كنت استيقظ متالما كنت اذهب للمكتب في كنيستنا وطوال الوقت وانا اتحدث في الهاتف متالم اكل متالما واعود للبيت متالما انام متالما فحين يقول وجعي دائما افهمه عشت هكذا لشهور وذات يوم قمت واغلقت باب مكتبي ووضعت رأسي في الركن وقلت يا رب، لماذا هذا الألم الشديد؟ لماذا أعيش طوال الوقت متألمًا؟ ماذا قال لي؟ قال: لأنك تموت، الموت دائمًا مؤلم. وقال: هل تريد أن تعلم كيف تعرف أنك مت؟ فقلت: كيف؟ قال: سيتوقف الألم بعد الموت. وأذكر أن صلاتي التالية كانت: يا رب، هل قتلتني بسرعة؟ لهذا اشعر به لماذا كان وجعي دائما وجرحي عديم الشفاء يابى ان يشفى والان اسمعوا هذا يقول لله اتكون لي مثل كاذب اتكون لي مثل مياه غير دائمه قال هذا الكلام لله تريدون ان تقولوا له انتبه لكلامك صحيح لا لان ارميا كانت له علاقه بالله ولم يكن يشتكي لاصدقائه من الله يتصرف الله حين نذهب اليه بصدق وبدون تكلف بل هو يريد ذلك حين يتضايق اولادي لا احب ذلك اريدهم ان ياتوا الي مستعدين للرد لانه احيانا يكون غير متوقع حسنا لهذا ستكتشفون ان الله تضايق جدا من الناس في ملاخي لكنه لم يتضايق من ارميا لانه كان صادقا انظروا كيف اجابه قال لذلك هكذا قال الرب لارميا ان رجعت بمعنى اوقفت التذمر وتخليت عن نبره الياس وعدم الثقه هذه اعود واعطيك مكانا مستقرا في هدوء وامان فتكون خادمي وماذا ايضا اذا اخرجت الثمين من المرذول مطهرا قلبك من كل الشكوك الجائره غير المبرره فيما يتعلق بامانه الله فمثل فمي تكون اذن اريد ان اوضح هذا لكم ارميا تحدث مع الله مباشره وفي ملاخي اشتكى الناس لبعضهم فهمتم دعونا نعود لملاخي اريد ان اشير مره اخرى الى المجموعات الثلاث التي ذكرناها من قبل اقوالكم اشتدت علي قال الرب اذا هذه هي المجموعه الاولى المتذمرون انا لا افهم ما يحدث لا يستجيب الله صلاتي لا اعرف بماذا ينفعني حضور الكنيسه كل احد ولا اعرف لماذا اقرا كتبا المسيحيه يبدو أنني أحصل على مساعدة أكثر عندما أقرأ كتاب مساعدة ذاتية من بارنز النوبل ستسمعون هذا مرارا وتكرارا أقوالكم اشتدت علي ولم يفهموا كلامه فأجابوا وقالوا ماذا قلنا عليك فبدأ الله يشرح لهم الأمر قلتم عبادة الله باطلة وما المنفعة من أننا حفظنا شعائره وأننا سلكنا بالحزن قدام رب الجنود والآن نحن مطوبون المستكبرين من ليسوا في عهد مع الله نحن مطوبون المستكبرين وايضا فاعلوا الشر يبنون بل جربوا الله ونجوا لم يعانوا ابدا لكن لنكمل حينئذ كلم المجموعه الثالثه متقوا الرب المجموعه الثالثه هم ايضا مؤمنون المجموعه الاولى مؤمنون متدمرون والمجموعه الثالثه مؤمنون ماذا متقوا الرب التقوى ليست ان تخاف من الله بل ان ترتعب من الابتعاد عنه عندما تتقي الله تعطيه كل الرهبة والخشوع والاحترام صحيح؟ ترتعد أمامه لأنك تحترمه كثيرا صحيح؟ حينئذ كلم متق الرب كل واحد قريبه ماذا قالوا؟ تحدثوا بكلمة الله تحدثوا عن الوعود رنموا ترانيم تعبدية جميلة له إنهم يمرون بنفس الصراع مثل المتذمرين لكن رد فعلهم إزائها مختلف رد فعلهم هو التأمل في الكلمة والتحدث بها. يتحدثون سويا عن وعود الله لهم. أعرف أن الله أمين وسوف يتدخل حينئذ كلم متق الرب كل واحد قريبه والرب أصغى وسمع وكتب أمامه سفر تذكرة للذين اتقوا الرب وللمفكرين في اسمه إنه يكتب إناء مختار إناء مختار سيتقدم سيصبح إلي النبي وهذا إلي النبي وهذا إلي النبي يا إنها مذهلة ستكون إلي النبي. يكتب كل شيء حسنا وكتب امامه سفر تذكره للذين اتقوا الرب وللمفكرين في اسمه لا يتذمرون بل يفكرون في اكرام اسم الله اترون هذا قوي شاهدوا ما سيحدث عندما يكتب الله كل هذه الاسماء ويكونون لي شعبا خاصا قال رب الجنود في اليوم الذي ساصنع فيه القضاء الذي يبدا في بيت الله سيكونون كنزي الخاص المميز يا يا له من وعد، أنا أريد أن أكون من كنوز الله الخاصة، الجميع يريدون ذلك. أشفق عليهم كما يشفق الإنسان على ابنه المطيع، الابن الذي يكرم أباه، شاهدوا، هذا مذهل، فتعودون بعد أن يأخذ الله قراره في بيت الله وتميزون بين الصديق والشرير، أي لم يكن الفرق واضحا من قبل. عندما تنبأت ماكفيرسون عن الأيام الأخيرة في الكنيسة، ماذا قالت؟ أرى الأبرار والأشرار يعبدون. الله معا في نفس المبنى بتعبير اخر قبل التصفيه لن تفرق بين البار والشرير فتعودون يقصد بعد ان تحدث التصفيه لانها ستكشف ما في داخلهم صحيح النار تخرج الافاعي تعرفون ذلك فتعودون وتميزون بين الصديق والشرير اي لا يمكن ان تفرقوا بينهما قبل النار بين من يعبد الله ومن لا يعبده هيا بنا لنستمر في القراءه أصح أربعة عدد واحد ماذا يقول الرب فهو ذا يأتي اليوم المتقد كالتنور تذكروا القرار فهو ذا يأتي اليوم المتقد كالتنور هذا يوم الدينونة على الخطاة المتقد كالتنور التنور هو الفرن وكل المستكبرين المستكبرون هم المجموعة الثانية تذكروا هؤلاء هم من لا يخدمون الله بل ويجربون الله أيضا وكل فعل الشر يكونون قشا أي لن ترونهم بعد الآن لن يكونوا مزدهرين بعد الآن، لن يكونوا سعداء بعد الآن. ويحرقهم اليوم الآتي فلا يبقي لهم أصلا ولا فرعا، انظروا ولكم أيها المتقون اسمي، من هؤلاء؟ إنهم الذين كانوا يمرون بالبرية والتصفية، لكنهم كانوا يتحدثون عن وعود الله ويكرمون اسم الله. اسمعوا ماذا يقول ولكم أيها المتقون اسمي تشرق شمس البر والشفاء في أجنحتها، فتخرجون وتنشؤون كعجل الصيرة. هذا نحن من مررنا بالتصفية. فتخرجون وتنشأون أي تقفزون فرحا كعجول الصيرة أي العجول التي ترعى و وتدوسون الأشرار لأنهم يكونون رمادا تحت بطون أقدامكم يوم أفعل هذا قال رب الجنود هذا نبوي ما سوف يحدث في السنوات التالية وأنا مستعد لذلك ماذا عنكم؟ إذن لنكمل ما قاله أيوب تذكروا ما قلته في درس التصفية السابق قلت أكثر من فريضتي ذكرت كلام فيه هذا ما قاله بعدها انظروا بخطواته استمسكت رجلي سأتحدث عن أيوب لقد بدأ لن ألعنك يا رب زوجته قالت إلا الله ومت لكن مع طول الوقت زاد تذمره قليلا لكن الله رأى أنه حتى مع تذمره استمر أمينا جدا مع الله لكنه كان يحتقر اليوم الذي ولد فيه حسنا يقول ايوب بخطواته استمسكت رجلي حفظت طريقه ولم احد من وصيه شفتيه لم ابرح رغم ما مر به ورغم انه فقد كل شيء وايضا اكثر من فريضته ذخرت كلام فيه اكثر من طعامي الضروري هذا هو السلوك وسط التصفيه متقوا الرب تحدثوا سويا هذا ما نفعله عندما نمر بالتصفية. حسنا، لا نتذمر. المجموعة الأولى التي أريتكم إياها هم المؤمنون المتذمرون. والمجموعة الثالثة هم المؤمنون متقوا الرب. نريد أن نكون من المجموعة الثالثة. أمين؟ وأخيرا، قال لنا بطرس: التصفية في حياتنا ستجلب لنا المدح والمجد. والكرامه في اليوم الذي سيظهر فيه يسوع المسيح للعالم اراكم لاحقا